معانا بقى النهارده كمان لقطة الأسبوع هي شيء سعيد للرياضة، انتصار للرياضة الحقيقة، يعني لما يكون في اتنين لعيبة بيتنافسوا على الوصول لنهائي كأس العالم، والاتنين لعيبة بيلعبوا في نفس النادي وفي صداقة بينهم وفي حب بين اللعيبة دول فعلا يعني، وفي رقي في التعامل. لما تشوف العلاقة بين أشرف حكيمي والعلاقة بين كيليان مبابي هتعرف إن كرة القدم هي شيء راقي جدا، هتعرف إن الكرة هي شيء فعلا يدعو للسلامة الرياضية والسلامة النفسية. السلام النفسي اللي عند البني آدمين دي باين في الصور اللي قدامنا دي. الحاجات كلها في النهاية أو الكورة كلها في النهاية منافسة شريفة. إحنا فعلا قصاد حالة مش استثنائية، دي حالة متكررة في الملاعب. لكن لما تبقى قبل نهائي وتبقى في مباراة بتوصلك لفاينل كأس عالم ونشوف الود اللي بينهم ده، تبديل التيشيرتات والاثنين يلبسوا تيشيرتات بعض والاثنين يعني، اللي واسع اشرف حكيمي اكتر لاعب واسع اشرف حكيمي هو كيليان مبابي اللي كان خايف عليه هو قبل الماتش، كان فيه حتى بينهم احضان وكل يعني. بص اللي حاصل ده هي دي الرياضه، ده المعنى ان تبقى انت في بطوله عالميه ويبقى فيه احترام بين كل الاطراف. لما يبقى المنافسه في الملعب، وعلى فكره الاثنين في الملعب ما يعرفوش بعض، كل واحد فيهم كان عايز يكسب وكل واحد فيهم كان عايز يوصل لنهائي كاس العالم، ده حلم كل واحد فيهم يعني. يمكن كريم بقى بيحققه قبل كده، لكن اشرف حكيمي دي حاله استثنائيه. ده المغرب ممكن ما توصلش للمرحله دي، الله اعلم. طبعا نتمنى ان كل الفرق العربيه تحاول توصل للمرحله دي، لكن انت بتتكلم على لاعب بيوصل لاول مره للمربع الذهبي، بيوصل لاول مره لانه بقى عنده امل يلعب كاس عالم، وبنشوف الحاله اللي بين الاثنين لعيبه بتمشي بطريقه. انا فعلا معجب ان كاس العالم قدر يعمل كده، قدر يعمل بين لاعب عربي ولاعب فرنسي سنغالي او فرنسي، يعني المهم ان هم في الاخر وصلوا للمنظر اللي احنا شايفينه مع حضراتكم ده. وصلوا ان هم يبقى في الاخر الاثنين خايفين على بعض في الملعب، بره الملعب الاثنين صحاب، الاثنين بيلعبوا في نفس الفريق، الاثنين هدفهم واحد، كل واحد هدفه ان هو يحقق حلمه بالوصول لكاس العالم، لكن الروح الرياضيه تنتصر